الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين وغفر له ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. فصل في مداواة النفوس وإصلاح الأخلاق. لذة العاقل بتمييزه، ولذة العالم بعلمه، ولذة الحكيم بحكمته، ولذة المجتهد لله تعالى باجتهاده أعظم من لذة الآكل بأكله، والشارب بشربه، والواطئ بوطئه، والكاسب بكسبه، واللاعب بلعبه، والآمر بأمره. وبرهان ذلك أن الحكيم والعالم والعاقل والعامل واجدون لسائر اللذات التي سميناها كما يجدها المنهمك فيها، ويحسونها كما يحسها المقبل عليها، وقد تركوها وأعرضوا عنها وآثروا طلب الفضائل عليها. وإنما يحكم بالشيئين من عرفهما، لا من عرف أحدهما ولم يعرف الآخر. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الحافظ أبا محمد علي بن حزم رحمه الله تعالى ذكر شرطه في كتابه وقال فيه: أما بعد، فإني جمعت في كتابي هذا معاني كثيرة أفادنيها واهب التمييز تعالى بمرور الأيام، أي أنه جمع فيه تجاربه في حياته بين مرها وحلوها وتعاقب الأحوال بما تعاقب عليه أيضا من الملك والعزة والسلطان ومن المذلة والهوان، بما منحني عز وجل من التهمم بتصاريف الزمان. معناه أن الله جعل له همة، وهذا شأن الكبار، فإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. وقد قال أحد علمائنا: هو الحظ منه نعمة وبلاء، وفي كل هذا حكمة وقضاء، فبالكيس يشقى أهله وهو راحة، ويسعد أهل النوك وهو عناء، ترى الحبر بالأسحار تهمي دموعه، وترفث في أسحارها الدأثاء، يهاب أبا الشبلين في الغاب مثله، ويأمنه بالمستوى الضعفاء، وقد يزدري الآسي الدواء وهو قاتل، وليس له في الخافقين دواء، ورب تداء أرق العين نبضه، وفي طيه عند البلاء شفاء، وتخضد في أودائها السدر والسرى، وتسلم في جرعائه النسحاء. فالإنسان إذا كان عاقلا لا بد أن يكون مهموما، ولا بد أن يكون له اهتمام بتجاربه وما يمر عليه من الدروس وما يشاهد من العبر، لأن الانصراف عن آيات الله المنظورة والمسطورة دليل على طمس البصيرة. وآيات الله تنقسم إلى هذين القسمين: إلى آيات مسطورة وهي ما سطره في كتابه، وآيات منظورة وهي ما أبدعه في هذا العالم السيار الذي نراه، وبينهما تآزر وتعاون، كما قال الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فآيات الله المنظورة هي التي يتبين أنها الحق بمشاهدة آياته، آيات الله المسطورة هي التي يتبين أنها الحق بمشاهدة آياته المنظورة التي تدل على صدقها وعجائب إبداع الله لها. ولذلك سئل أعرابي فقيل: بما عرفت ربك؟ فقال: أثر الأقدام يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على اللطيف الخبير؟ فلذلك قال: من التهمم، والتهمم هو الاهتمام بالشأن ومراعاته بتصاريف الزمان، أي بما أبدع الله في هذا الزمان من التصريف، والتصريف هو التغيير. فتصريف الرياح إما أن يكون من إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله، فإذا كان إلى فاعله فمعناه تصريف الرياح لأشياء وتقليبها لها يمينا وشمالا، وإذا كان من إضافة المصدر إلى مفعوله معناه أقصد إلى فاعله فمعناه أن الرياح يصرفها الله جل جلاله كيف يشاء. فالرياح مصرفة لأن الله يأتي بها من الشرق فتكون صبا، ويأتي بها من الجنوب فتكون جنوبا، ومن الشمال فتكون شمالا، ومن الغرب فتكون دوارا، ويأتي بها من بين الجهات فتكون نكباء. وهذه هي أنواع الرياح الخمس
التي عرفت في جزيرة العرب واشتهرت، وهي نفسها تصرف الأشياء تقلبها فتكون فاعلا فيها بتصاريف الزمان، أي بما يصرفه الله في الزمان. وهنا الزمان مصرف لا مصرف، ولكنه نهي عن ذمه، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذم الدهر، لأن الذي يذمه إنما يذم تصرفه، والتصرف ليس راجعا إلى الدهر، بل الدهر متصرف فيه، فهو ملك الله جل جلاله، وهذا تقديره في خلقه وكونه لا معقب لأمره، فهو الذي يهب ويمنع ويرفع ويخفض، وبيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. وقد أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه أمر الليل قبل النهار وأمر النهار قبل الليل، حجابه النور، وفي رواية حجابه النار، لو كشف الحجاب عن وجهه لحظة لأحرقت سبحات وجهه ما وصل إليه بصره من خلقه. وهذا يدل على أن تصريف الله سبحانه وتعالى للأشياء على أساس قدره وقدرته وعلمه السابق وحكمته البالغة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فلا يحصل شيء من الكون إلا بأمره جل شأنه وتدبيره، وله الحكمة البالغة في كل شيء. إذا جاءت الرياح من الجنوب فلله حكمة في ذلك، وإذا جاءت من الشمال فله حكمة في ذلك، وإذا أصاب المطر بلدا ما فلله حكمة في ذلك، وإذا أصاب القحط بلدا ما فلله حكمة في ذلك. وكذلك ما يتعلق بأعمال الناس وأرزاقهم وأمراضهم وأعراضهم، كل ذلك لله في حكمة البالغة. وهذه الحكمة إذا تدبرها الإنسان وتفهمها أدرك كنهها. وقد كان الشيخ عبد الحميد بن باديس الجزائري رحمه الله عندما يسأل عن ذريته يقول: أنا من الصنف الرابع، في آية الشورى، يقصد قول الله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فهذا تمام الرضا بقدر الله وتصريفه وتدبيره. فيقول: أنا من الصنف الرابع، منه أنني راض بقضاء الله وأن لله حكمة في كل ذلك، فمن منحه الذكور فبحكمته، ومن منحه الإناث فبحكمته، ومن جمع له فبحكمته، ومن منعه أصلا فبحكمته، وهو الحكيم. ولذلك قال زروق رحمه الله في قواعده: النظر إلى حكمة الحكيم مقتضي الرضا بما يقدره، فأنت تعلم أنه أحكم منك وأعلم منك، وأنه لا يفعل شيئا إلا لحكمة بالغة، فإذا تدبرت ذلك رضيت بكل ما قدره جل جلاله، وشاهدت أنه جميعا حكمة بالغة، وأن هذا الأثر لا يمكن أن يعرف إلا فيما بعد. ولذلك يقول أهل العلم: كشف السترة عن القدر متعذر، معناه أمور القدر لا يمكن أن تكشف عنها السترة حتى ترى ما سيقع غدا، لكن إذا حصل عرفت لماذا. ومن هنا قيل: أول ما تعرف به ربك نقض العزائم، فأنت تعزم على أمر ما وترى أنه المصلحة المتعينة، ثم إذا قدر الله خلافه حمدت الله أنك نجوت منه ولم تقربه، وقد كنت مقبلا عليه مهتما به اهتماما شديدا، فتدرك بذلك حكمة الجبار جل جلاله، وهذا من تمام تدبيره. ولذلك فإن جبره إنما يحصل بالرضا، وهذا أغرب شيء فيه، أنه يجبر الإنسان على فعل لا بالإكراه بل بالرضا والاختيار، كما قال الشيخ ابن المتالي رحمة الله عليه: العبد في الظاهر ذو اختيار، والجبر باطنا عليه جاري، فكان من عجائب الجبار أن يجبر العبد بالاختيار، كفعله لما له فيه ضرر يفعله طوعا على وجه النظر. فأنت الذي ذهبت و حركت سيارتك وأسرعت لحاجة في نفسك، وقد علم الله أن ذلك سيؤدي إلى ضرر معين في مكان معين، وأنت على موعد مع هذا الضرر في ذلك المكان، فلم تكره إكراها على هذا الإسراع ولا على تجاوز السرعة المحددة، وإنما فعلت ذلك باختيار من نفسك، لكن هذا من شأن الله جل جلاله، وهو أن يجبر العبد باختياره. ولذلك قال: بتصاريف الزمان والإشراف على أحواله. والإشراف معناه النظر عن بعد، والشرف المكان الرفيع، ومن ذلك قول الشاعر: آتي الندي فلا يقرب مجلسي، وأقود للشرف الرفيع حماري، أقود للشرف الرفيع المكان المرتفع من الأرض حماري حتى أركب عليه.
وذلك عند كبره وعجزه حيث لا يستطيع القفز والركوب إلا بواسطة الشرف الرفيع. والإشراف على أحوال الزمان معناه أن ينظر الإنسان ببصيرة في ماضيه وفي مستقبله وواقعه، فإنك إذا نظرت إلى أخبار الماضين وأيام الله سبحانه وتعالى وتذكرتها، وتذكرها حكمة مطلوبة، وذكرهم بأيام الله كما أمر الله موسى عليه السلام بذلك، وأيام الله تنقسم إلى قسمين، إلى أيام إنعامه وأيام أخذه، فبنو إسرائيل سبقت لهم أيام الله تعالى بأخذه الوبيل وما عاقبهم به، وسبقت لهم أيامه أيضا بنصرتهم على فرعون وجنوده وإخراجهم من ملكه وإهانته وأذاه. فتلك الأيام يداولها الله بين الناس، وهي عبرة وموعظة للمعتبرين، ومن أشرف عليها فكان له حظ من معرفة التاريخ، وكان له حظ من نتائج الأمور، فإنه يستحضر أن هذا الأمر كان قبل أن يقع يخطط له على هذا الوجه، وكان الناس يقولون كذا، مثل ما قال الأنصاري في بيعة أبي بكر الصديق: حمدا لمن هو بالثناء خليق، ذهب اللجاج وبويع الصديق، كنا نقول لها علي والرضا عمر وأولاهم بتلك عتيق. فهو يذكر ما كان قبل حصول الحدث، ثم يذكر أن الحدث ولله الحمد جاء بمصلحة وحكمة لم يكن الناس يتوقعونها، فقد كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله المسلمين شرها كما قال عمر رضي الله عنه، وكان فيها منفعة عظمى للمسلمين وخير عميم لهم، مع أنهم لم يخططوا لذلك ولم يفكروا فيه ولم يجتمعوا عليه، وإنما كان قدرا قدره الله تعالى واختيارا اختاره لهذه الأمة. فكانت آثاره محمودة على كل الأصعدة ومختلف التوجهات، حتى أنفقت في ذلك أكثر عمري، فقد أنفق أكثر عمره في هذا التدبر ودراسة التواريخ وأحوال الناس والاطلاع على تصريف الله سبحانه وتعالى وتدبيره عليهم، وآثرت تقييد ذلك بالمطالعة له. معناه آثر ابن حزم رحمه الله على مجرد الاستمتاع الشخصي بذكر التواريخ وشأن أهلها أن يستخلص منها العبرة بالمطالعة لها، والمطالعة هي الاطلاع على الشيء وهي النظر إليه من علو كأنه مطلع عليه، أي مرتفع فوقه ينظر إليه أسفل منه، وذلك ليرى حقيقته ويشرف على سيره دون أن يشارك في تخطيطه. فهذا معنى المطالعة. والفكرة فيه أي التأمل والتدبر لما ينقلب إليه الأمر، فقد آثر ذلك كله على جميع اللذات التي تميل إليها أكثر النفوس، وعلى الازدياد من فضول المال، فلم يشتغل بالتجارات ولا بالوظائف، وإنما أحب العلم واشتغل بالتدبر والتفهم. وزممت كل ما سبرت من ذلك بالكتاب، أي أنه بعد أن قرأ هذه العلوم لم يهملها وإنما قيدها، ولذلك يقال العلم صيد والكتابة قيده، فيحتاج الإنسان إلى أن يكتب ما وصلت إليه فكرته. وقد قال الإمام الشافعي لما سئل عن الأدب ما هو، قال: أن تكتب أحسن ما سمعت، وأن تحفظ أحسن ما كتبت، وأن تحدث بأحسن ما حفظت، أي أن يكون الانتقاء متدرجا، فتختار للكتابة أحسن ما سمعت، ثم تختار مما كتبت أحسنه لتحفظه، ثم تختار للتحديث مما في حافظتك أحسنه أيضا. وزممت معناه وضعت فيه زماما وخطاما أقوده به، وهذا هو معنى القيد الذي يقيد به العلم. كلما سبرت أي قست، والمسبار هو الذي يقاس به الجرح حتى يعرف غوره، من ذلك بالكتاب أي بالكتابة، لينفع الله تعالى به من شاء من عباده، لينفع الله بهذه الفكرة وبما توصل إليه من الأفكار من شاء من عباده، ممن يصل إليه ما أتعبت فيه نفسي، ممن يصل إليه معناه يطلع على ما أتعبت فيه نفسي من الكتب. وجهدتها فيه أي كلفتها جهدها، والجهد بالفتح هو العناء والمشقة، والجهد بالضم هو الطاقة، وفعل الأول جهده يجهده، وفعل الثاني جهد في الشيء يجهد أيضا، فجهده بمعنى أوصله إلى مشقته
ومن ذلك الحديث إذا جلس بين شعبها الأربع وجاهدها فقد وجب الغسل، جاهدها أي أبلغها إلى مشقة. وأما جهد فلان في الأمر فمعناه أنه اجتهد فيه وطلب الوصول إليه. والاجتهاد مشتق من الجهد لا من الجهد، فالجهد يطلق على اللأواء والشدة والقحط، والجهد بالضم يطلق على الطاقة وما يبذله الإنسان. وكثير ممن تسمعونه يتكلم ويخلط بين الجهد والجهد. وجاهدتها فيه وأطلت فيه فكرتي، أطلت فيه أي في هذه النتائج التي توصلت إليها فكرتي أي تفكيري، وأطلت فيه فكري أي أطلت فيه تفكيري، فيأخذه عفوا أي يأخذه من وصل إليه عفوا أي دون مقابل. والعفو هو ما يؤخذ دون مقابل، ومن ذلك قول الشاعر: فتملأ الهجم عفوا وهي وادعة حتى تكاد شفاه الهجم تنثلم. وهو يصف ناقة فيقول: فتملأ الهجم، الهجم الإناء الكبير، عفوا معناه بدون مقابل إذا حلبت، وهي وادعة أي مستريحة لذلك، حتى تكاد شفاه الهجم أي أطرافه تنثلم من شدة الشخب الذي فيه. وأهديته إليه هنيئا، فهذه الأفكار التي توصل إليها أهداها إليكم فهي هدية منه دون مقابل هنيئا. والهنيء هو ما يناله الإنسان بهناء أي بسعادة دون أن يتعب فيه نفسه ودون أن يأخذ في أن يدفع في مقابله شيئا. ولذلك قال الله تعالى: فخذوه هنيئا مريئا، فيما ردته الزوجة لزوجها وما أهدته إليه قال فيه هنيئا مريئا لأنه ليس في أي مقابل. والمريء هو محمود العاقبة أي الذي عاقبته محمودة، مرء الأمر إذا حمدت عاقبته وكان مباركا، فيكون ذلك أفضل له من كنوز المال. وهذا شأن بعض المؤلفين الذين لا يطلبون أي مقابل على تأليفهم، وبعضهم يريد المقابل بالدعاء كما قال السيوطي رحمه الله في آخر ألفيته في البلاغة: زففتها لمن نهاه راجح، ومهرها منه الدعاء الصالح، علي إذا كنت رهين الرمس تنفعني دعوته في بؤسي، رحمة الله عليه. فيكون ذلك أفضل له من كنوز المال وعقد الأملاك. فيكون ذلك أي ما يطلع عليه وما يناله من الحكم والنتائج التي أتعب فيها هذا المفكر نفسه وجمع فيها التواريخ والأدلة وأخبار العالم، فيكون ذلك أفضل له من كنوز المال، معناه مما لو جمع مالا كثيرا. والكنز هو دفن الشيء تحت الأرض، وهذا أصله. وقد قال ابن عباس: ما أديت زكاته فليس كنزا ولو كان تحت سبع أراضين، ويقصد بذلك ليس متوعدا عليه بالوعيد الوارد في الكنز. فالمال الذي أديت زكاته ليس كنزا ولو لم يخرجه الإنسان للناس. وعقد الأملاك، عقد الأملاك محتملة لأمرين، هذا المركب الإضافي محتمل لأمرين. الأمر الأول عقد الخلافة للأملاك أي الملوك، والأملاك جمع ملك، فالمقصود بذلك أن الحصول على هذه الحكم خير للإنسان وأنفع له من أن توليته ملكا، لما فيها من النفع لعقله ودينه ولسلامته أولا. فالسلامة هي أول الغنائم، ولذلك قال الحكيم: وليس يحمد من جلت غنيمته إلا إذا مع ما قد ناله سلم. فالإنسان إذا غنم غنيمة كبيرة ولكنه قتل، فما فائدة هذه الغنيمة؟ فلذلك السلامة هي أول الغنيمة. ولذلك فالحصول على العلم النافع في الآخرة خير للإنسان من عقد الأملاك. التفسير الثاني لعقد الأملاك أن نقول: العقد المقصود به توثيق العقد، والأملاك جمع ملك بالضم لا ملك، جمع ملك بالكسر لا ملك بالضم. فالملك بالضم هو السلطان، والملك بالكسر بكسر الميم هو ما تملكه اليمين، ما يملكه الإنسان. ووصف الملك بالضم ملك،
ووصف الملك بالكسر مالك، وبهما قرئ في قول الله تعالى مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، فملك يوم الدين من الملك بالضم الذي هو السلطان، ومالك يوم الدين من الملك بالكسر الذي هو الحوز والتصرف. وعقد الأملاك أي ما توثق به الأملاك من العقود، فالعقود تطلق على الإجابة والقبول أصلا، كما تطلق على الشروط وتطلق على التوثيق على الكتابات، فتقول هذا عقد ملكية هذه الدار، وهذا عقد ملكية هذه المزرعة، وهذا عقد ملكية هذه الحديقة. فالمقصود بذلك أن الناس يفرحون بهذه العقود، وما يناله الإنسان من هذه الحكم خير له مما يناله من العقود التي تحتوي على الأملاك. إذا تدبره ويسر الله له ويسره الله لاستعماله، إنما ينتفع بالعلم من عمل به، أما من سمعه وحفظه ولم يعمل به في خاصة نفسه فهو حجة عليه لا له. ولذلك في الحديث الصحيح لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وقد أخرج أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: إن أخوف ما أخافه يوم القيامة أن يقال لي أعلمت أم جهلت، فأقول بل علمت، فيقال ففيما عملت فيما علمت. وكذلك أخرج عنه أنه قال: إن أخوف ما أخافه يوم القيامة كتاب الله، ألا تبقى آية آمرة إلا جاءتني فقالت يا أبا الدرداء قد أتيتك آمرة فلم تأتمر بي، ولا آية زاجرة إلا جاءتني فقالت يا أبا الدرداء قد أتيتك زاجرة فلم تنزجر بي. فلذلك يحتاج الإنسان قبل الإقدام على الطلب أن يوطن نفسه على العمل بما يسمعه، وإلا كان ما يسمعه حجة عليه، فالعلم سلاح ذو حدين، إن لم تعمل به كان حجة قائمة عليك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. ولذلك لا ينتفع بالعلم إلا من صحبه بالعمل. وقد قال ابن عيينة رحمه الله: العلم شجرة والعبادة ثمرة، ولا ثمرة إلا بشجرة، ولا خير في شجرة لا ثمرة لها. وقد نظم هذه الحكمة جدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه بقوله: العلم من دون العبادة هبى، لا يستقر فحر أن يذهبا، والعلم في التمثيل مثل الشجرة، أما العبادة فمثل الثمرة، ففضله من جهة وفضلها من جهة ثمرة وأصلها. فلذلك قال: إذا تدبره، والتدبر معرفة أدبار الأمور أي ما يأتي بعدها، فما يأتي في دبر الشيء أي وراءه وخلفه هو الذي تصل إليه بفكرتك بالتدبر. وقد أمر الله بتدبر كتابه أي بمعرفة ما وراء هذه الألفاظ من المعاني، فقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذا تدبره ويسره الله لاستعماله، يسره الله أي وفقه لاستعماله أي العمل به. وأنا راج من الله تعالى في ذلك أعظم الأجر، فلا تظن أنه يقدمه هنيئا دون مقابل مطلقا، بل هو يريد المقابل لكن لا يريده من المخلوقين، وإنما يريده من الخالق جل جلاله. فالخالق هو الذي يرضى من عبده أن يسأله، والمخلوق يكره أن يسأل، كما قال الشاعر: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وقال المكودي رحمه الله: إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد، وقفت بباب الله وقفة ضارع، وقلت إلهي إنني لك قاصد، ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيدي اليوم راقد. ولذلك فمسألة الله جل جلاله عز للإنسان، الإنسان أعز أوقاته عندما يلجأ إلى الله جل جلاله، لأنه يأوي إلى ركن شديد.
ومسألة الآدميين مذلة للإنسان، فسؤالك ولو لأبيك أو أقرب الناس إليك هو مذلة، لأنك تذيل نفسك في سبيل الوصول إلى حاجتك. وقد قال أحد الحكماء: ما لي أذل لمخلوق على طمع، هل لا سألت الذي أعطاه يعطيني؟ فقطرة من نمير الماء فقطعة من غليظ الخبز تطعمني تشبعني، وقطرة من نمير الماء تسقيني، وقطعة من غليظ الصوف تسترني حيا وإن مت تكفيني لتكفيني. والشيخ محمد علي رحمة الله عليه جدي يقول: لا آمل الناس في سر ولا علن في حالتي ثروة مني وإفلاسي، ولا أرى الرزق إلا عند خالقه، ولا أضيف أمور الله للناس. ويقول: إني وإن كنت محتاجا لمحتاج لخير من ترتجى من عنده الحاج، فمنه أطلب حاجي دون واسطة تكون مثلي كما أحتاج تحتاج. قال: وأنا راج من الله تعالى في ذلك أعظم الأجر لنيتي في نفع عباده. فالأجر مرتب على النية، ونية المؤمن أبلغ من عمله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهنا ليس هذا تزكية للعمل، فالعمل قد يكون قاصرا نازلا ولكنه يسمو بنية صاحبه، فإذا كان صاحبه ينوي الخير ونفع العباد فالناس عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله، فإذا نوى نفعهم ولو لم يستطع إيصال النفع إليهم فهو مثاب على قدر نيته لا على قدر نفع ما قدم. ولذلك قال: لنيتي في نفع عباده وإصلاح ما فسد من أخلاقهم ومداواة علل نفوسهم. فنفعهم يشمل نفع المصاب منهم المبتلى وغيره، فالمبتلى هو أحق بالرحمة. ولذلك أخرج مالك في الموطأ وأحمد في الزهد عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: لا تكثر الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، وإنما الناس مبتلا ومعافا، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. الحمد لله. فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. فالمبتلى أهل للرحمة، وشر البلية البلاء في الدين، ودون ذلك البلاء في العقل، ثم البلاء في البدن، ثم البلاء في الأهل، ثم البلاء في المال والعرض إلى آخره. وإصلاح ما فسد من أخلاقهم. فالأخلاق هي القيم السامية، لأن ما في الدنيا ينقسم إلى ماديات ومعنويات، والمعنويات أشرف من الماديات. ولذلك فإن الحكيم الخبير خلق للبشر ما في الأرض جميعا، فقال: الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وعلم بحكمته أن مصلحة البشر أن يكونوا صنفين جنسين ذكورا وإناثا، فقسم ما في الأرض بين الرجال والنساء، فأعطى الرجال أشرف ما في الأرض من المعنويات، وأعطى النساء أشرف ما في الأرض من الماديات، ثم جعلهم شركاء فيما وراء ذلك. فأشرف ما في الأرض من المعنويات الإمامة والقوامة، وقد خص الله بهم الرجال. وأشرف ما في الأرض من الماديات الذهب والحرير، وقد خص الله بهم النساء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وضع في إحدى يديه ذهبا وفي الأخرى حريرا: إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم. وبهذا يتم العدل بين الرجال والنساء، فكل يأخذ حظه وحقه دون اعتداء على حق الآخر. وإصلاح ما فسد من أخلاقهم. ففساد الأخلاق عيب وضرر كبير، ولذلك فقيمة الإنسان إنما هي بحسب خلقه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي وغيره أنه قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وأخرج مسلم في الصحيح أنه قال: لا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فمن كان حسن الخلق فإنه أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقرب إليه جوارا يوم القيامة. وأهل الأخلاق الرفيعة يغطون كل عيوبهم ويسترونها بما معهم من الخلق. فالإنسان لا يستطيع أن يسع الناس بماله، ولكن يمكن أن يسعهم بحسن خلقه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك أخيك صدقة. ومداواة علل نفوسهم. فالنفوس لها علل،
فتصدع وتمل وتكل ويعرض فيها العوارض، وهي محتاجة إلى المداوات، ومداوات الأجسام واضحة، فالإنسان إذا كان فيه جرح بالإمكان أن يبطل جرحه ويعالج، لكن إذا كان في نفسه جرح غائر كيف نصل إليه ولا نرى نفسه ولا نصل إليها بأيدينا ولا يمكن أن نشخص علتها؟ فلذلك مداوات النفوس أهم من مداوات الأبدان، وجروح النفوس وأدواؤها أيضا أعظم بكثير من أمراض البدن. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: لم ينزل الله داء من السماء إلا وأنزل له دواء فتداووا عباد الله. قال: الأمر للوجوب في أمراض القلوب، وهو للندب في أمراض البدن. وهذا الذي قاله الحافظ ليس على إطلاقه، فأمراض البدن أيضا بعضها يجب علاجه كما يخاف الإنسان منه هلاكا أو شديد أذى، لكن الأصل فيها جواز الاشتغال بالعلاج. ولذلك فإن 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عقاب تركوا بعض الأسباب الدنيوية في العلاج، فلا يكون ولا يكتمون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. ومداوات علل نفوسهم، والعلل جمع علة، والعلة ما يغير حال الشيء. وبالله أستعين معناه لا أستعين إلا به، وتقنيم المفعول يفيد الاختصاص، تقنيم المعمول دائما يفيد الاختصاص، فهنا لم يقل وأستعين بالله بل قال وبالله أستعين معناه ولا أستعين إلا به. وقد حصلت قصة للمفسر البيضاوي رحمه الله، وهو من مشاهير علماء الروم، والروم كان هذا الاسم يطلق على منطقة تركيا المعروفة الآن، وقد ألف تفسيره العجيب الذي فيه كثير من التنبيه على النكات في الفرق بين التعابير القرآنية. إذا أردت مثلا الفرق بين قول الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق وقوله لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فانظر إلى ما ذكره البيضاوي من التفريق، وهكذا فإنه يتنبه لمثل هذه التعبيرات القرآنية المختلفة، فيقول من إملاق أي من إملاق حاصل قد حصل بالفعل، وخشية إملاق أي خشية إملاق متوقع لم يحصل بعد، وهكذا. لما ألف كتابه بالتفسير خرج به من أرض تركيا مرورا بالعراق إلى إيران، يتجه إلى ملك هنالك كان مكرما للعلماء ومحبا للعلم، يريد أن يقدم إليه هذا التفسير لعله يعينه بأمر مادي يعينه على أمور دنياه. فلما مر في طريقه بالعراق نزل على أحد الزهاد فسأله عن سر رحلته وسببها، فقال ألفت تأليفا في التفسير بديعا وجئت أحمله إلى هذا الملك لعله يعينني بمال أستعين به على حقوقي وواجباتي. فسكت ذلك الزاهد ثم قال له: فماذا قلت في تفسير قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين؟ فقال: قلت لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. فقال: كيف تستعين بالملك إذن؟ فقرر قطع رحلته والرجوع إلى دياره، فيقول: فوالله ما وصلت إلى منزلي حتى جاء العطاء قبل أن أصل إليه، لأن الخبر وصل إلى الملك فأرسل إليه المال الذي كان يطلبه أضعافه، فوصل إلى بيته قبل أن يصله قافلا راجعا إلى بيته. ونظير هذا أيضا ما حصل لبكر المزني رحمه الله، بكر المازني رحمه الله، وهو شيخ البصريين في النحو، وهو شيخ أبي العباس المبرد، وقد كان مشهورا بخدمة كتاب سيبويه، والكتاب فيه 350 آية من كتاب الله، في كتاب سيبويه شواهد في النحو. فجاءه رجل من اليهود كان محبا لتعلم العربية، فسأله أن يكتب له كتاب سيبويه وسيدفع له 300 دينار. فقال: 350 آية من كتاب الله لا أجعلها في يد يهودي. فلامه أهله لشدة فقره وحاجته، وكان له بنات وليس له ولد ذكر، فلامه النساء: لماذا لا تأخذ 300 دينار نحتاج إليها في حياتنا؟ فامتنع من ذلك. فبينما هو في بيته في الليل إذ طرقت عليه خيل البريد، وقد قدمت من سرة من رأى من ساعة من رأى من قبل الواثق الخليفة، فجاءت خيل البريد فأخبروها أن الخليفة يريده حالا
من البصرة إلى سمراء. فسافر فلما وصل إلى الخليفة وجده كان في مجلس أنس وعنده جارية له تغنيه فأنشدت قول الشاعر أظليم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم. فقال الخليفة أظليم إن مصابكم رجل, وهي خبر إن, والأصل أن خبر إن يرفع, إن تنصب الاسم وترفع الخبر. فقالت الجارية هكذا سمعته من شيخي أبي عثمان المازني, فسمعت منه أظليم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم. فأرسل الخليفة إلى أبي عثمان المازني فجيء به فسأله عن هذا البيت فقال ألا ترى أن البيت مغلق إلى قوله ظلم, ظلم في آخر البيت هي خبر إن, أظليم إن مصابكم ظلم, إن مصابكم رجلا مفعول مصابكم وهي المصدر, رجلا أهدى السلام تحية ظلم. فأهدى إليه الخليفة 3000 دينار, وأهدت إليه الجارية 3000 دينار, وأهدى إليه فتح بن خاقان وهو الوزير 3000 دينار. وسأله الخليفة ماذا, هل لك عيال؟ قال نعم بنات. قال ماذا قلنا لما جاءتك خيل البريد؟ قال قلنا أبانا فلا رمت من عندنا فإنا بخير إذا لم ترم. فقال بما أجبتهن؟ قال بقول جرير ثقي بالله ليس له شريك ومن عند الخليفة بالنجاح. فقال بالنجاح إن شاء الله, فرده موفورا بما نال من هذا المال الكثير وأغناه الله عن مال اليهود. حسبنا الله تعالى ونعم الوكيل, حسبنا معناه كافينا, أليس الله بكاف عبده؟ ونعم الوكيل أي هو الذي يعتمد عليه, ونعم فعل للثناء والمبالغة فيه فهي من أبلغ الثناء. والوكيل معناه من يعتمد عليه, ويقال توكل وتركل على الشيء إذا اعتمد عليه. ومن ذلك قول الشاعر ربت وربا في كرمها ابن مدينة يظل على مصحاته يتوكل, أو يظل على مصحاته يتركل, أي يعتمد عليها في الزراعة. ثم قال فصل في مداواة النفوس وإصلاح الأخلاق. فعقد هذا الفصل لأول شيء يحتاج إليه من هذه الحكم التي حصلها من طول التجارب والتدبر والتأمل, فهو في مداواة النفوس, لأن النفوس تمرض في الواقع, وأمراض النفوس هي أمراض القلوب مثل الحسد والكبر والعجب والرياء والسمعة والحقد والبخل والغضب وغير ذلك من أمراض القلوب. وهذه الأمراض اختلف فيها أهل التربية هل هي أصلية في الإنسان أو عارضة فيه. فذهب جمهور أهل التربية إلى أن الأصل في الإنسان السلامة من أمراض القلوب, وأن ما يعرض منها عارض فيه. واستدلوا لذلك بقول الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم, وبقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه, وبقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد إلا ويولد كما تولد كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء فهل ترى فيها من جدعاء, وفي رواية فهل ترى فيها من جدع, من جدع أي من قطع, أو من جدعاء أي في البهائم من جدعاء أي مقطوعة العضو. وذهب الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله إلى أن الأصل في الإنسان الاتصاف بأمراض القلوب, واستدل لذلك بشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وانتزاع المضغة السوداء من قلبه وغسله بماء زمزم, وقد شق صدره صلى الله عليه وسلم مرتين, كانت المرة الأولى وهو رضيع في بني سعد, والمرة الثانية كانت قبل المعراج, فشق جبريل صدره وأخرج منه المضغة السوداء وغسله بماء زمزم, وجاء بطست من ذهب قد ملئ حكمة ونورا فحشى به قلبه صلى الله عليه وسلم وصدره. فقال الغزالي لو كان أحد من الناس ينجو من أمراض القلوب لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحتج إلى هذه العملية الجراحية لشق صدره. والذي أراه أن يجمع بين الدليلين وبين القولين, فنقول الأصل في الإنسان السلامة من أمراض القلوب حصولا, والأصل فيه قابليتها أنه قابل لها, والذي نزع من النبي صلى الله عليه وسلم ليس أمراض القلوب فلم تسبق عليه قط, والذي نزع منه صلى الله عليه وسلم هو قابليتها فقد كان بطبيعته البشرية قابلا للأمراض كلها كأمراض البدن وأمراض القلوب, ولكن الذي نزع منه هو قابليتها فلم يعد قابلا لها بعد شق صدره.
وأنت الآن قابل لكل الأمراض، بالإمكان أن تصاب بالداء السكري، بالإمكان أن تصاب بالسل الرئوي، بالإمكان أن تصاب بكل داء، نسأل الله أن يعافيكم أجمعين. وكذلك أمراض القلوب، فالإنسان بطبعه قابل لأن يصاب بالحسد أو بالحقد أو بالغضب أو بالرياء أو بالسمعة أو بغير ذلك من الأمراض، ولكن الأصل سلامته منها، لأن الأصل أنه على الفطرة المستقيمة التي هي دين الله. فمداواة النفوس فريضة، ويجب على الإنسان أن يتفحص نفسه، لأن الأخلاق تتغير بالعوارض، فالإنسان إذا تقدم به العمر ساءت أخلاقه، وإذا مرض ساءت أخلاقه، وسيذكر المؤلف نماذج من ذلك. وإذا افتقر بعد غنى ساءت أخلاقه، وإذا استغنى بعد فقر ساءت أخلاقه، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وإذا تزوج تغيرت أخلاقه، وهكذا. ولذلك قال ابن الغدير في جوابه للمرأة التي سألته: يا ابن الغدير لقد جعلت تغير، فأجبتها: أمن يعمر يد كرما تذكرين وينبو عنه المنظر، ولقد رأيت شبيه ما عيرتني يغدو علي به الزمان ويبكر، فغدوت يغضبني اليسير وملني أهلي وكنت مكرما لا أكهر. فلذلك يحتاج الإنسان إلى فحص لنفسه، وهذا الفحص فحص دوري لأخلاقه واستقامة نفسه، هل قلبه سليم، هل يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه، هل هو ناج من الرياء والتسميع. يفحص الإنسان نفسه دائما فحصا دوريا، وكذلك إصلاح الأخلاق بعد فسادها، فهو من المهمات التي لا بد منها. قال: لذة العاقل بتمييزه. العاقل ليست لذته بالمآكل والمشارب والمتع المادية، بل لذته بالمتع المعنوية. فقد ذكرنا أن ما في الدنيا ينقسم إلى حسيات ماديات وإلى معنويات تذاق بالنفوس والأذواق، لا تبصر بالعيان ولا تسمع بالآذان ولا تذاق بالأفواه ولا تلمس بالأيدي ولا تشم رائحتها بالأنوف، ولكنها هي المستوى الراقي العالي، وهي القيم التي يرتفع بها الإنسان. فلذلك قال: لذة العاقل بتمييزه، معناه أن يميز بين الأشياء وأن يعرف الحقائق، فيعرف ما هو نافع له وما هو ضار، ويعرف ما هو مقبول وما هو مردود، ويعرف معنى هذا الكلام وما يدل عليه وما وراءه، فيلتذ بفهمه للأشياء واستيعابه لها. ولذة العالم بعلمه، العالم كذلك لذته إنما هي بما يحرزه من العلم، كما قال ابن عساكر رحمه الله: لقول الشيخ أنبأنا فلان وكان من الأئمة عن فلان، فذكر أن هذا أحب إليه من أصوات القيان ودفوفهن، وبين لذته الحاصلة بذلك. ولذة العالم بعلمه، ولذة الحكيم بحكمته. الحكيم هو مثل العاقل، لكن العاقل درجة ومستوى من دون الحكمة، فالحكمة هي أعلى استعمال للعقل، أن يكون الإنسان يضع كل شيء في موضعه، فيضع اللين في موضعه، ويضع الشدة في موضعها، ويضع الكلام الذي فيه إسهاب في موضعه، ويضع الكلام الذي فيه اختصار في موضعه. وقد قال أبو الطيب المتنبي: ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. فكل له موضعه ومقامه حتى في البلاغة، وقد قال أهل البلاغة كما قال السيوطي رحمه الله في عقود الجمان: وكلمة لها مقام أجنبي مع كلمة تصحبها، فالفعل ذا إن ليس كالفعل الذي تلا. يقول: كذا خطاب للذكي والغبي، وكلمة لها مقام أجنبي مع كلمة تصحبها، فالفعل ذا إن ليس كالفعل الذي تلا إذا. ولذة الحكيم بحكمته، ولذة المجتهد لله تعالى باجتهاده، أي لذة العابد. المجتهد المقصود به العابد الذي بذل جهده في العبادة باجتهاده، أن يتذوق طعم العبادة فيأنس بالله سبحانه وتعالى ويفرح بما وفقه الله له من الطاعات، فيحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقه لذلك، كما يقول أهل الجنة يوم القيامة: فإنهم يحمدون الله تعالى على ما وفقهم له من الطاعات، الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولذلك قال ابن رواحة، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك: تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، إن أولئك قد بغوا علينا إن يسألونا خطة أبينا. ولذة المجتهد لله تعالى باجتهاده أعظم من لذة الآكل بأكله. كل هذه اللذات
التي هي لذة التمييز ولذة العلم ولذة الحكمة ولذة العبادة أعظم من لذة الآكل بأكله. فالآكل يلتذ بالمطاعم وهي متفاوتة الألوان، فبعضها ألذ من بعض، وكذلك الشارب بشربه، والمشارب متفاوتة أيضا في اللذة، والواطئ بوطئه، والكاسب أي الذي يحرز مالا وربحا بكسبه، فكل تلك من الملذات الحسية. واللاعب بلعبه كذلك، صاحب اللعب يلتذ بلعبه لكن لذته به لذة منقطعة. وكذلك الآمر بأمره، والآمر معناه الرئيس أيا كانت رئاسته، سواء كان رئيس جامعة أو رئيس مركز أو قائدا في لكتيبة أو قائدا لجيش أو واليا عاما، فلذته بأمره أي بإمارته ونفاذ أمره، هذه اللذة أعظم منها اللذات السابقة التي هي لذة العاقل بعقله والعالم بعلمه والحكيم بحكمته والعابد بعبادته. لماذا؟ ما دليل ذلك؟ قال: وبرهان ذلك أن الحكيم والعالم والعاقل والعامل أي العابد واجدون لسائر اللذات، هذه اللذات الأخرى التي يتنافس الناس فيها من المآكل والمشارب وغيرها متوفرة لهم ويمكن أن ينالوا منها حظهم وأن يأخذوه، ولكنهم أعرضوا عنها وتركوها وأخذوا ما هو أعظم منها، فهذا دليل على أنهم وجدوا لذة في تلك الأمور أعظم من اللذة التي يجدها الآكل والشارب والواطئ. فلذلك قال: وبرهان ذلك أن الحكيم والعالم والعاقل والعامل واجدون لسائر اللذات، أي يمكن أن يصلوا إليها، التي سمينا كما يجدها المنهمك فيها، المنهمك المستغرق فيها، ويحسونها كما يحسها، يحسونها يحسون هذه اللذة. فاللذة قد يصل الإنسان إلى مستوى لا يحسها أصلا، كالشيخ الكبير الفاني الذي لا يتذوق طعما ولا يحب شرابا ولا أكلا، كما قال الشاعر: فما تشتهي غير أن تشتهي. يصل الإنسان إلى سن لا يشتهي فيها إلا أن يشتهي أي شيء، وهذا من طبيعة البشر. فهم يحسونها كما يحسها المقبل عليها، وقد تركوها وأعرضوا عنها وآثروا طلب الفضائل عليها، آثروا طلب الفضائل أي هذه المذكورات على تلك اللذات. ولذلك قال أبو الطيب المتنبي: وترى الأبوة والمروة والفتوة في كل مليحة ضراتها، هن الثلاث المانعات لذتي في خلوتي للخوف من تبعاتها. فالفتوة والأبوة أي الإباء، والمروة أي المروءة، هذه الثلاث تمنعه لذاته في خلواته، لا الخوف من تبعاتها، لا يخاف من تبعاتها وما يترتب عليها، بل يخاف، بل منعته إياها أي هذه الملذات الدنيوية الأخرى، منعته مروءته وإباؤه وشهامته من تلك الأمور الأخرى. وقد قال عنترة: ولقد أبيت على الطوى وأظله حتى أنال به عظيم المأكل أي شريفه. طيب إذن نكمل هذه القط. وآثر وطلب الفضائل عليها، وإنما يحكم في الشيئين من عرفهما لا من عرف أحدهما ولم يعرف الآخر. فهؤلاء إنما آثروا ذلك لأنهم عرفوا لذة العلم والعقل والحكمة والعبادة، وعرفوا أيضا لذة المآكل والمشارب واللذات الدنيوية الأخرى، فآثروا هذه على هذه. أما المنهمكون في المآكل والمشارب واللذات الدنيوية فلم يعرفوا إلا أمرا واحدا وهو اللذات المادية، فلذلك انهمكوا فيها، ولو عرفوا الأخرى لآثروها عليها، كما قال الفضيل بن عياض: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. فهو لذة أعظم من اللذات المنقطعة. ونقف عند هذا الحد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويسددنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يعيدنا من شرور أنفسنا، وأسأل الله أن يوفقكم أجمعين. ولا داعي لطلب الدعاء ولا للسلام، فأنا أدعو لكم جميعا وأسلم عليكم جميعا. فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه لما خرج من المسجد واتبعه أقوام: يرجعوا فإنها فتنة للمتبوع ذلة للتابع. فلذلك لا ينبغي الزحام في نهايات الدروس. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم.